تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جينا لكم حلقة جديدة خاصة بشرح أحد البرامج أداة هفيدك MTK الفيرجن الثاني. طبعا الأداة مرفوعة على قناتي بالتليجرام، أخلي لك رابط القناة تقدر تحمل من عندها الأداة. الأداة راح تظهر لك بهذا الشكل. بعد ما ثبت تثبيت اعتيادي تضغط دبل كليك. أنا ثبتت الأداة فما يحتاج انه ارجع اثبتها مره ثانيه، لكن لو فرضنا راح تضغط نيكست 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 الى حد ما توصل انستول. بعد ما تضغط انستول راح تثبت الاداه وحتظهر عندك بهذا الشكل اللي هي هفيدك MTK فيرجن تونيو، اللي هي الاداه الاصدار الجديد. طبعا تضغط دبل كليك على الاداه وتشوف الاداه، تفتح ننتظر الواجهة الأداة تفتح، تمام. هاي الأداة، والأداة من بعد ما تفتح حتاخذك الرابط قناة اليوتيوب لقناة الأخ عماد أو السيرفر الخاص بالأداة أو سيرفر الأخ عماد. هذا السيرفر يحتوي على مجموعة كبيرة من الفلاشات تقدر تشترك به، وموجود رابط قناة الأخ عماد راح أخليه بالوصف إن شاء الله تعالى، تمام. وهاي القناة، تمام. تضغط سبسكرايب. شكر للأخ على هاي الأداة الجميلة. طبعا هاي الفيرجن الثاني من الأداة، حتظهر لك الأداة بهذا الشكل. ومن اسم الأداة هي خاصة فقط بمعالجات MTK، يعني مو تروح تجيب جهاز ثاني ما تعرف موديله ويطلع غير MTK وتقول الأداة مو ناجحة. لا، الأداة خاصة بأجهزة MTK فقط لمختلف البراندات. طبعا الأداة بيها واجهتين، واجهة الفلاش وواجهة الوان كليك. بالبداية راح نشرح واجهة الفلاش. واجهة الفلاش مخلي لك أو تارك العمليات اللي تخص هاي الواجهة. supported all new MediaTek CPU معالجات MTK. هنا عمليات قراءة، وهنا فلاش، وهنا بوضع البروم، وهنا تقدر تأخذ يعني هو مسوي ملخص للأداة بهاي الواجهة. لو جينا على الأجزاء العملية الخاصة بالأداة راح نشوف هنا تقدر تكتب ملف فلاشة بصيغة سكتر، وهنا تقدر تأخذ أو تكتب ملف preloader مخصص، وهنا تقدر تكتب ملف image أيضا. هنا عمليات المسح، وهنا عمليات الباك أب، وهنا الفلاش، وهنا الريد قراءة ملفات الجي بي تي الخاصة بالتقسيم أو المسؤولة عن تقسيم الذاكرة، وهنا ريد اندرويد انفو تقدر تاخذ ريد انفو، وهنا اوتو كراش بريلودر، هنا عمليات اصلاح البريلودر للاجهزه نقدر نقول الميته اللي مفلش التفليش خطا وبيها مشاكل بعمليات او ملف البريلودر. هنا باي باس سكيور بوت، هنا تخطي يعني ملفات او تخطي حمايه المعالج، انصح التعبير تخطي حمايه المعالج. وهنا اوتو ريبير جي بي تي فروم اس جي بي تي، هنا عمليات اصلاح خاصه بتقسيم الذاكره، لكن يفضل يكون عندك ملف. هنا اوتو ما اعرفها هاي بصراحه. وهنا بروم ريد، هنا قراءه الهاتف بوضع البروم. وهنا اوتو سويتش هاي سبيد يو اس بي، هنا قفل او تحويل منافذ اليو اس بي. وهنا كرييت سيكتر باك اب فايل، هنا تقدر تاخذ او تنشئ ملف باك اب فايل بصيغه سيكتر للفلاشه. هنا هاي كلير لوج تحذف هاي، وهنا هاي الانفو الخاصه بالعمليات اللي تظهر لك هنا. وهنا تقدر تاخذ هنا يوديك للسيرفر الخاص بالاداه، السيرفر الخاص بمطور الأداة اللي ذكرناه بداية الفيديو. وهنا يأخذك مباشرة أيضا للسبورت أو السيرفر والقناة. هذا ما يخص عمليات
الفلاش لو جينا على الوان كليك وهي الأكثر شيوعا، وإذا أجاني إن شاء الله تعالى هاتف معالج MTK راح أول ما أطبق عليه حتى لو كان ما عندي وقت راح أطبق على هذا الهاتف إن كان معالج MTK. هنا فورمات يوزر داتا، هنا يجيك جهاز مقفول بقفل برمز بكذا بأي نوع سكرين باترن، ما تقدر تدخل الوضع الريكفري، فهنا فورمات يوزر داتا حذف، حذف ملفات. وممكن للأجهزة اللي خليها هيك أحسن المعالجات الـ MTK تمام. هنا فورمات فروم ريكفري بلاس ايرز اف ار في، هنا فورمات من الريكفري وحذف لحماية الجوجل اكاونت، وهنا ايضا حذف لحماية الجوجل اكاونت وحذف المي كلاود الخاصة بأجهزة الشاومي. هنا باك اب اخذ نسخة احتياطية من ملفات الـ MV، وهنا فورمات يوزر داتا بلاس اف ار بي، طبعا هاي مثل هاي لكن هاي ضايفين عليها حذف حماية الاف ار بي، حذف حماية الاف ار بي تمام. بدنا نشوف وحدة تقابل وحدة سايد اذر سايد بالجانب والجانب الاخر. هنا فورمات فروم ريكفري، هنا فورمات فروم ريكفري بس، هنا فورمات زائد او بلاس اف ايرز اف ار بي حذف حماية الجوجل اكاونت، هنا فقط فورمات من الريكفري، هنا ايرز اف ار بي بلاس اف ايرز مي كلاود، هنا حذف للاي كلاود لل اف ار بي والمي كلاود تمام. نكمل ذكرنا هنا حذف للـ FRB والمي كلاود لأجهزة الشاومي، هنا حذف للـ FRB، هنا باك أب MV أخذ نسخة احتياطية من ملفات الـ MV، وهنا ايرز مسح، انتبه ايرز MV وليس ريستور أو رايت MV، هنا كاستم EMI ملف مخصص. الأداة جميلة وسهلة وحلوة، ننتظر تجارب الأداء حتى وانا واحنا الناس إذا الله سهل ورادو جاني جهاز MTK راح أول ما أجربه على الأداء، هاي الأداء الحلوة على الرغم من توفر أدوات مدفوعة لكن تبقى هاي الأداء أداء جميلة خصوصا للي يستخدم الأداء بالإصدار الأول. رابط أو تحميل ملف الأداء هذا حجمها 190 ميجا بايت، أخلي لكم إياه إن شاء الله تعالى رابط قناة التليجرام تقدر تحمل من عندها، وأيضا قناة التليجرام بيها مجموعة كبيرة من الملفات اللي أنا أستخدمها شخصيا اللي أرفعها بالقناة بناء على استخدامي إلها وحل مشاكل. ممكن ما راح تكون فقط قناة التليجرام للهاتف النقالة، ممكن لحلول الكمبيوتر أيضا تمام. إن شاء الله تعالى وفقت طرح هذا الموضوع. إذا تستفاد من الشرح خلي لي لايك، وإذا أول مرة تزور القناة اضغط اشتراك وفعل زر الجرس حتى توصلك جديد شروحاتنا المتواضعة، تسمعني إن شاء الله مقطع فيديو جديد. مع السلامة.